بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عمرو عصام جودة عبد العليم، تيم 10. احنا عاملين بروجكت كالكوليتور بتقوم بكذا فانكشن باستخدام اللوجيك جيتس. انا مسؤول عن عمليه الانبوت وتحديد نوع العمليه او الاوبريشن اللي اليوزر هيختارها. مبدئيا اليوزر هيدخل الرقمين اللي هيعمل عليهم العمليه بسويتشين هيكسا الباينري، هيتعرضوا هنا على 7 سيجمنت، والباينري دول هنستخدمهم نحطهم على الباسز اللي رايحة لكل اوبريشن يونت. دي عملية الانبوت. تاني عملية هي عملية الاوبريشن سيلكشن. احنا قررنا نستعمل 9 سويتشات، 8 منهم هيبقوا للعمليات، واحد هيبقى للايكوال، واللي هو هيكون فعليا مسؤول عن ارسال القيمة للاوتبوت لما هيروح للاوبريشن يونت المحددة اللي اليوزر اختارها، وهيعمل لها اكتيفيت على الانيبل بن. لحد هنا كويس، لكن هتقابلنا مشكلة ان اليوزر ممكن يغلط ويختار كذا عملية في نفس الوقت، فهنحلها باستخدام البريورتي انكودر. هنستعمل 8 ل 3 انكودر، التمانية دول 8 عمليات بتوعنا، وبعديه معاه 3 ل 8 ديكودر، بحيث ان التلات بتات اللي هيخرجوا من الانكودر هيخشوا على الديكودر ويطلعوا برضو 8 بنات، بس هيكون الموضوع ريفيرسد، بحيث ان 4 بتاعت الجمع اد هتبقى واي زيرو وهكذا. وطبعا بما انهم داخلين انفرتد فهيخرجوا انفرتد، فهتبقى القيمة اللي هتفعل العملية هتكون 0، مش هتكون 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر محمد سعد عبد الرازق، هشرح الجزء اللي أنا مسؤول عنه في بروجكت دي اس بي دايرة الجمع. أولا المشروع بتاعنا هو الكالكوليتور فور بت، رقم مع رقم مثلا جمع أو ضرب أو كده. إزاي عملية الجمع بتتم على الحاسبة؟ الأرقام بتتحول من ديسيمال لباينري سيستم في بتات 0 و1. ففي المثال ده مثلا كل رقم من دول هيتحول للبت، يعني الباينري بتاعه عشان الكمبيوتر يفهمه. وبعد كده بتتم عملية الجمع، ان انت بتجمع مثلا اول بتاع من هنا مع اول بتاع من هنا وهكذا. لو جينا نبص عند الواحد والواحد هنلاقي في مشكلة، ان مفيش حاجة اسمها 2 على الآلة الحاسبة، هو 0 و1 بس. فظهر معانا حاجة تالتة في الجمع اسمها كاري، يعني 1 و1 هيبقى 0 ومعاك 1 ده كاري. فكده في 3 انبوت مش 2 بس. فلما نيجي نعمل ترو ستيبل وكده ب3 انبوت، وهيبقى فيه 2 اوتبوت، بحيث ان الانبوت الكاري هنا، الكاري اللي طالع من هنا هو الكاري اوتبوت اللي هو في البت التالتة، وهيبقى هو الكاري اوتبوت لده هو الكاري انبوت للبت الرابعة اللي هي 0 و0. طيب عملنا ترو ستيبل، عرفنا ان فيه 3 انبوت و2 اوتبوت. هما هنجيب المعادلات من ترو ستيبل. بعد ما نجيب المعادلات هنلاقي ان احنا عندنا 2 XOR و2 AND ودايرة اور، وده اللي هو الفول ادر. طيب لو جربنا مثلا نعمل أرقام كبيرة شوية، وليكن 9 زائد 9، ومشينا على الطريقة الروتينية بتاعتنا، هنلاقي إن في مشكلة حصلت. ده لما يجي يتمثل على السيفن سيجمنت هيبقى 12، الواحد ده لوحده، والصفر صفر واحد صفر ده على السيفن سيجمنت التاني هيبقى 12 مش 18. فعملنا كوريكشن سيركت، والحل للمشكلة دي إن احنا نجيب الفاينل ريزلت ده نعمله بلس 6، ولما نعمل نزود عليه 6 هيطلع الناتج مظبوط 1 اهو كده، 1 في خانة العشرات، 1 0 0 0 ده 8، يبقى كده 18 زي ما احنا عاوزين. وده شكل الدايرة في السيموليشن بتاع دايرة الجمع. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، أنا اسمي زاد وليد مدحت، هتكلم عن الجزء الخاص بدايرة الطرح في الآلة الحاسبة. فكرة دايرة الطرح في الآلة الحاسبة إن أنا بيبقى عندي رقمين، بجمع الرقم الأولاني على التوس كومبلمنت للرقم التاني. التوس كومبلمنت للرقم التاني هجيبه عن طريق إن أنا بجيب الوانس كومبلمنت في البداية وبجمع عليهم، بجمع عليها 1. فهنا مثلا لو إن أنا قلت 3 سالب 1، فالمفروض إن الخارج عندي هيكون عبارة عن 2 والكاري أوت 1. الدايرة دي كانت شغالة بشكل سليم طول ما أنا عندي ناتج عملية الطرح ده كان موجب، يعني الرقم الأولاني كان أكبر من الرقم التاني. لكن لما بيحصل العكس إن الرقم الأولاني بيكون أقل من الرقم التاني، كانت بتبدأ تطلع نماذج مش سليمة،
علشان كده اضطرينا ان احنا نستخدم الكوريكشن سيركت للدايرة دي، وهي الدايرة دي. في البداية برضو بدخل الرقم الأولاني عادي، بالنسبة بقى للرقم التاني بجيب له الوانس كومبلمنت وبجمع الرقمين مع بعض على حسب ناتج الجمع دوت، وعلى حسب الكاري اوت بتاعي هو ده اللي هيحدد اذا كان ناتج عملية الطرح كان موجب او سالب. لو انا لقيت ان الكاري اوت بتاعي دوت بواحد، فمعنى كده ان ناتج خارج عملية الطرح عندي بموجب، فمعنى كده ان انا مش هحتاج الجزء ده من الدايرة، وبعمل فيدباك تاني من السي اوتبوت للسي انبوت وبجمع الارقام مع بعض وباخد الرقم مباشرة. اما لو كان العكس ان السي اوتبوت عندي كان بصفر، فمعنى كده الصفر عندي لما يدخل على النوت هيتحول لواحد. لما يتحول لواحد هيشغل الجزء ده من الدايره ويجيب الوانس كومبلمنت مره كمان. وبيكون عندي برضو اللي هو الجزء بتاع الساين دوت، لما بيكون بواحد انا موصلاه على 7 سيجمنت فوق، لما بيكون عباره عن واحد فمعنى كده بتظهر على 7 سيجمنت الاشاره السالبه، لكن لما بيكون عندي بصفر فمعنى كده هتظهر هنا على 7 سيجمنت صفر، ومعناها ان الرقم موجب. فأنا هنا لو جربت الدايرة، فمثلا لو قلت 3 سالب 1، هنا هتظهر عندي 2 بالموجب، فمعنى كده هتظهر في بت الإشارة أو السيفن سيجمنت بتاع الإشارة 0، وهنا الرقم التاني 2. أما لو عملت العكس إن أنا قلت 1 سالب 3، فالمفروض إن هو يطلع سالب 2، فهنا هيطلع الرقم وهنا هتطلع الإشارة بالسالب، وده لأن الرقم الأولاني عندي كان أقل من الرقم التاني. السلام عليكم، أنا عمر عبد الحميد غيث، هشرح حاليا الجزء الخاص بيا في بروجكت الدي اس بي وهو المالتيبليكيشن بارت. في الأول هنعرف يعني ايه ديجيتال باينري مالتيبلاير، وهي سيركت بتتكون من اند جيتس وفول ادرز وهاف ادرز، تستخدم في ضرب عددين في بعض بالباينري. طبعا البيزك رولز بتاعتنا في الضرب هي صفر بصفر بصفر، صفر واحد بصفر، واحد في صفر بصفر، واحد في واحد بواحد. الخارج ده اللي بيطلعه هي الاند جيت، لذلك بنشوفها في تركيب الدايرة. الآلة الحاسبة بتاعتنا أرقامها بتتكون من 1 مينيمم لـ9 ماكسيمم. 9 بتتمثل في 4 بت، لذلك الضرب بتاعنا هيكون 4 × 4 بت. الطريقة الشائعة في الضرب ده هي الـ Add and Shift Algorithm. الألجوريزم ده بيشتغل ازاي؟ بناخد الـ B0 نضربها في كل الـ4 بت اللي فوق، هيطلع لنا A0 B0، A1 B0، A2 B0، A3 B0. هنعمل شيفت ونضرب البي واحد في الـ4 بت وهكذا. ناخد أول أند من الـ A0 B0 دي، بنزلها كأول بت في الناتج. بناخد الـ A1 B0 والـ A0 B1 دي هاف أدر، ننزل الناتج. ناخد الكاري بننزله. ناخد الـ A2 B0 والـ A1 B1 دي في هاف أدر تاني، بناخد الناتج بننزله فول ادر مع الاي زيرو بي اتنين والكاري، بيطلع لنا الناتج. بننزل الكاري بتاع الفول ادر والكاري بتاع الهاف ادر، تمام. وهكذا بنشتغل في الالجوريزم دي. ده البيزك ديزاين للفور بت مالتبلاي، وده بيفسر كلامي اللي قلته في السلايد اللي فات. بس الديزاين ده معقد شوية، مور اكسبنسيف، لذلك هنستخدم دايرة أبسط شوية وأقل في التكلفة، وهي الدايرة دي. وهي بتتكون من الأربعة بت الدخل في الرقم الأولاني والأربعة بت الدخل في الرقم التاني. ناخدهم على أند جيتس ومعانا 3 4 بت أدر، وبنطلع الناتج. ده شغل على بوتوس والسيميوليشن للدايرة، تمام. وده مثال ده مثال عليه. مثلا هنضرب الخمسة في ستة، الخمسة بتتمثل في 1 0 1 0، والستة بتتمثل في 0 1 0. الناتج بتاعنا هيطلع 0 4 1 3 0، وده الناتج اللي طالع معانا هنا، تمام. ملحوظة بس صغيرة، أنا مستخدم التراي ستيت بافر، واخده ك دخل من ال enable multiplier، وهو بيبقى بصفر. هو بيبقى بصفر، ونلاحظ هنا الدخل بتاعه منفي، لذلك الصفر هيتقلب لواحد، فال enable هيبقى بواحد، فالدايرة هتشتغل كمالتيبلاير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، انا احمد دهجت، معايا جزء الديفيجن في الكالكوليتر. هنشوف الاول ايه الطرق اللي نقدر نستخدمها عشان نعمل الديفيجن في الباينري. عندنا حوالي 4 طرق. اول طريقه اللي هي اللونج ديفيجن ميثود، وديت بيبقى عباره عن ان احنا بنقارن، وبعد كده بنطرح وبعد كده بيطلع لنا في الاخر ده ناتج ده الريمايندر وده الكوشنت بتاعنا. وبعد كده عندنا طريقة تانية اللي هي النار ستورنج الجوريزم، وديت بنستخدم فيها بنشفت وبنطرح برضو وبنقارن، وفي الاخر بيطلع لنا الريمايندر بتاعنا والكوشنت برضو في الاخر. والستورنج الجوريزم شبهها برضو كده. وعندنا رابع طريقة بقى اللي احنا هنستخدمها معانا اللي هي الريبيتد سبتراكشن، وده بيبقى عبارة عن ان احنا مثلا لو عندنا رقمين مقسومين على بعض، بنطرح بنبدأ نطرح بنبدأ نطرحهم من بعض، وبعد كده نجيب بنطرح ان احنا نجيب التوس كومبلمنت للرقم ونجمعه عليه، وبعد كده في الاخر بنعد عدد مرات الطرح، ولو ويبقى هو ده الكوشنت بتاعنا. ولو في لو في لو طلع في الاخر ان في واحد اكبر ان اللي احنا هنطرحه طلع اصغر من اللي هينطرح منه، يعني طلع النتيجة سالب في الاخر، بيبقى هو ده الريمايندر بتاعنا. وهنستخدم هنا ريجستر عشان ناخد فيه قيمة الريمايندر، والمالتيبلكسر عشان ناخد البريفيوس سبتراكشن اللي بيحصل وندخله تاني عليه. وبعد كده معانا الكاونتر عشان ناخد منه الكوشنت بتاعنا، والفول ادر ده اللي هنجمع فيه بعد ما نجيب التوس كومبليمنت، والبفر عشان يمنع اي حاجات اي حاجه ما تنفعش في الاسم، زي ان احنا نقسم على صفر او كده يعني. والسيميوليشن بتاعنا اهوت معانا ده المالتيبلكسر زي ما احنا قلنا، عشان ناخد قيمه ال عشان ندخل فيه قيمه بتاعي يطلع لنا قيمه من البريفيوس سبتراكشن اللي احنا عملناه يعني. وده الريجستر بتاعنا، وده الـ ده الـ الفول ادر بندخله توس كومبليمنت بعد ما نحوله هنا، وبعد كده بيدخل معاه وبيطلع لنا الاوت بوت. والكاري ده اللي بيتحكم في عدد مرات الـ الاسم اللي هو هنطلع منها الكوشنت يعني. وعندنا ده الريميننج بيطلع لنا هنا، والكوشنت بيطلع هنا وبس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شيرين طارق، الفرقة التالتة حاسبات. المشروع بتاعنا كان الكالكوليتر، وكانت جزء المسؤول عنه هو الميموري يونت. الميموري يونت بتتكون من 2 سب يونت، هي الستورج يونت والارثمتيك يونت. الستورج بعمل ستور، دي اخر انبوت بدخله اليوزر. والارثمتيك يونت فيه كذا فيتشرز زي الام بلس، ان انا اقدر اعمل اد للانبوت اللي هيدخله اليوزر مع الفاليو اللي ستورد في الميموري، والام ماينس ان انا اعمل سبتراكت للفاليو اللي هيدخلها اليوزر مع الفاليو الموجوده في الميموري برضو، والام ار بعمل ديسبلاي لمحتويات الميموري. الكور كومبوننت هو الفور بيت ريجستر، وده عملت له امبلمنت باستخدام الدي فليب فلوب. والكومبوننت التاني هو الاذر الفور بيت اذر، عشان اعمل امبلمنت للسبتراكشن والاديشن. بالنسبه للسبتراكشن انا استخدمت الاكس اور، المفروض ان انا بعمل الاكس اور مع الواحد عشان اول اجيب الوان كومبلمنت، واعمل ادخل واحد على الكاري ان بتاع الفول ادر عشان يبقى اجيب التوس كومبلمنت. والانبوت التاني هيدخله اليوزر، المفروض ان الاوتبوت بتاع الفول ادر بعمله فيدباك على الريجستر عشان يحصل له انبوت تاني او يحصل له ستور تاني للنيو فاليو. الريجستر ما بتعملش ستور غير لما بيجي لها هايرزنج ايدج، وده بيحصل لما الام بلس او الام ماينس بيحصل لهم تريجر. والاوت بتاع الريجستر بقدر اعمل له كنترول باستخدام تراي ستيت بافر. لو واحده من التو فانكشن زي الام بلس او الام ماينس كان عليهم تريجر، التراي ستيت انيبل بيحصل له يعني بيكون هاي، وبالتالي بيحصل اوت ديسبلاي. الام بلس والام ماينس ليهم نفس التراي ستيت بافر، لكن الام ار ليها تراي ستيت اتس اون تراي ستيت بافر، وبعدين دايركتلي بتقدر تعمل ديسبلاي للاوتبوت. لو شفنا الامبلمنتيشن، ده الامبلمنتيشن بتاع الميموري، دول الريجستر اللي هو المفروض فور، ده الاربعه دي فليب فلوب، بعدين يعتبر هما الانبوت بتاع الفول ادر،
والانبوت التاني لو مثلا حصل ام ماينس فالام ماينس اكتيف لو، الاكتيف لو عشان كده استخدمت الانفرتر هنا هيبقى واحد، فبالتالي عملت اكس اور مع الواحد ودخلت واحد تاني كاري ان في الفول ادر، والاوت بتاع الفول ادر دوت دخلته مره تانية على الانبوت بتاع الفور الانبوت بتاع الدي فليب فلوب. ولو احتاجت مثلا ان انا اعمل ام ار يعني اعمل بس ديسبلاي للمحتويات اللي موجوده في الميموري، فهستخدمت تراي ستيت بافر دوت عشان اطلع الاوتبوت. لو بصينا مثلا هنا لو اليوزر مثلا دخل حاب يدخل واحد، فبالتالي المفروض ان انا لو يعني لو اليوزر مثلا دخل واحد وعملت ام بلس ودوست هنا ايكوال، فالمفروض ان الميموري تطلع واحد. ولو عملت ام بلس مرة تانية المفروض ان الميموري تطلع اتنين. ولو مثلا حبيت اعرض بس مجرد محتويات اللي موجودة في الميموري فهي ام ار فهطلع اتنين. لو مثلا عملت تلاتة فالتلاتة والميموري فيها اتنين، وعملت مثلا ام بلس تاني فهي تاني خمسة. لكن لو عملت ام ماينس اهي هيطلع لي اتنين عشان هو طلع خمسة من التلاتة فبقت اتنين. ولو عملت بس ديسبلاي للمحتويات فطبعا هي اتنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سحر ماهر عبد المنعم، هتكلم عن جزء الـ Output Handling للـ Project Calculator. لأن الخارج بيطلع على 7 سيجمنت فهنحتاج BCD to 7 سيجمنت ديكودر، ولأن الـ Operation الـ Output بتاع الـ Operation بيبقى باينري فهنحتاج دايرة إضافية وهي باينري تو BCD. أول دايرة معانا هي الـ BCD to 7 سيجمنت، دي بتتكون من 4 انبوت و7 اوت. الاربع انبوت بيتمثلوا في الرقم اللي اليوزر بيدخله، بيتمثل في 4 بت الباينري. طيب الاوتبوت اللي هو 7 بت التانيين دول بيمثلوا في الليدات بتاعت 7 سيجمنت. باستخدام كارنوف ماب لما بنطلع المعادلات، هنطلع المعادلات بتاعت الدايره دي، المفروض ان احنا نعمل لها امبلمنت، بس الموضوع هيبقى صعب على ان احنا نعمله امبلمنت على البريد بورد، علشان كده هنستخدم الـ IC 74848، والـ IC ده بيستخدم إن هو يكونفرت الـ BCD to 7 segment. تاني حاجة الـ Binary to BCD، هنحتاج نحول 8 بت Binary Number، يعني هيبقى الأرقام في رينج من 0 ل 255، يعني هيبقى معانا الـ Output مكون من 3 أرقام معمول لها Representation BCD يعني 12 بت. طيب أول حل موجود معانا فكرنا فيه هو دبل دبل algorithm، والالجوريزم دي بتبقى mainly depending on ان هو يتعمل لها shifting عدد n من المرات، بحيث ان n ده هو عدد البيتس اللي الرقم بيتمثل فيه. فاحنا لو معانا رقم بيتمثل بالباينري زي الرقم اللي هو 243 ده، المفروض ان احنا هنشفته نعمل له logic shift عدد n من المرات، بس بيدخل على كوركشن سيركت في حالة واحدة بس، وهي لو كان الديجيت لو كان في حصل فيه ديجيت بيساوي خمسة أو أكبر من خمسة. يعني الديجيت هنا كان بيساوي سبعة ف اتعمل له كوركشن ان هو جمع عليه ثلاثة الأول، بعد كده عملنا له شيفت وهكذا لحد ما نطلع الـ BCD number representation بتاعه اللي هو هيبقى ده. ممكن بقى نصمم زي بلوك دايجرام كده، بدل ما بدل الريجستر، بحيث ان هو يقارن القيمة لو كانت أكبر من أو تساوي خمسة يعمل له آت، ونكرره كذا مرة بحيث يكون في شكل كاسكيدد بدل ما نعمل له شيفتنج. دلوقتي معانا هنا على البروتوس الامبلمنتيشن بتاع الدبل دبل الجوريزم ده، المفروض هنا الجزء ده هنا بيمثل الانبوت تمام، وده البلوك دايجرام بتاعه. المفروض الجزء ده هنا بيمثل 7 سيجمنت اللي هيتعرض عليهم الارقام، ده هنا بيمثل دايره اللوجيك جيتس بتاعتها من جوه تمام. هنا لو حبينا ان احنا نعمل عمليه طرح الرقم 6 و7، المفروض الاوتبوت هنا هيبقى واحد. الثلاثه 7 سيجمنت دول هنا بيمثلوا عندي ال output يعني بيتمثل هنا. الثاني هو ان احنا نستخدم ال double e prompt
ممكن تستخدم في تنفيذ اي لوجيك فانكشن. هي ابطأ من استخدام لوجيك جيتس، ولكنها اسهل بكتير من تنفيذ دبل دبل على البريدبورد، لان ده هيساعدنا ان احنا نوفر حوالي اكتر من 23 اي سي. شكرا.